وصلوا اس تي سي كالعاده، ومع وصول اس تي سي تاتيكم السعاده. اي والله، بمناسبه اليوم العالمي للاذاعه. نعم. اليوم العالمي للاذاعه يصادف اي تاريخ؟ يصادف تاريخ الاذاعه. هي طبعا الاذاعه بدت ببريطانيا 1949. لا خليك من الحجم. نعم. اليوم اليوم كم تاريخ؟ انا اليوم 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 13. اي 13. زين 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 تمام. لا امسنك امسنك والله زين. يا ريت اس تي سي اليوم عندنا عشان تجي التركيز فل. 13 فبراير نحتفل باليوم العالمي للاذاعه، وهذه تحيه مني لكل الزملاء المذيعين اينما كانوا في كل إذاعات العالم، وتحديدا هنا في الكويت من إذاعة مارينا اف ام. نوجه تحيتنا لربعنا وزملائنا في الإذاعات، في الإذاعة الحكومية إذاعة الكويت، ويعني زميلاتها، وأيضا ربعنا وقصرانا إذاعة 360 اف ام. وإحنا اليوم في مارينا اف ام سعيدين بمثل هذه التحديات اللي نواجهها جميعا، أيضا نواكب الإعلام العصري عبر يعني تطوير محتوانا، وكلنا بالنهاية نخدم المستمع والشرايح اللي إحنا نتواصل معاها جميعا. سعيدين أيضا بعملائنا وشركائنا. اليوم اس تي سي واحدة من يعني شركائنا الدائمين في إذاعة وتلفزيون المارينا. نرحب بأخوي أبو ناصر أحمد نويبت، مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في اس تي سي. يا هلا أبو يوسف وأبو كميل وأبو مارينا اف ام. الأمانة يعني واحدة من أهم المحطات اللي لازم نوقف عندها، ولازم يعني يكون لنا تواجد فيها وتفاعل، وفخر وشرف كبير لنا الأمانة أن نشارككم اليوم بهذا اليوم العالمي للإذاعة. إحنا يمكن شفناها يعني من الصوبين، اليوم يصادف اليوم العالمي للإذاعة، وحبينا نكون موجودين إياكم اليوم شهر فبراير، نشارككم احتفالات فبراير والمسابقات والجوائز والفعاليات. أكيد دائما احنا نكون متواجدين بكثافة أكبر نشارك فيها المجتمع والشعب الكويتي بهذه المناسبة الجميلة. حساكم على القوة، حساكم على القوة دائما. يعني اس تي سي سباقين في مثل هذه الأمور، وعساكم على القوة في كل الخطوات اللي انتم تقومون فيها. نبي اليوم نتكلم عن البيبي الجديد اللي طلعتوه، الروح الحريه. الروح الحريه، حبيبه الروح الحريه. سؤال، شنو يعني الروح الحريه؟ ها الروح الحريه؟ شوف الروح من الروح داخل. يعني هي الروح تروح داخل. الريه وين؟ الريه هي الرئه. الرئتين. الروح الريه هي الرايه، الحياه. الله. إيه. شلون بالعام يقول لك انت روحي وحياتي. اي الروح والريه. إيه ايام قبل. اي صح الحين عرفت. يعني انت الروح والريه بالبرنامج. لا لا ما تضحك صدق. الله يخليك. تستسلم تسلم. البروجرام هنا شوف تمدحه يضحك، الطقه يبعصب. حبيبي يلعب على المرتدة. يلعب المرتدة، يلعب المرتدة. شوف اس تي سي والجو 25 ونور الشمس ما بين صاحي ونايم. نايم. والريح محطوط على اثنين اطير فيها من غير رفه جناحي. الله. اس تي سي لو تنزل على القلب 60 تبره نسانيس الهواء من جراحي. الله 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 صح زانك. ابو كميل هذه جديده، العاده عندك هذه معلبه حق هذه فاجاتنا. اي والله في اس تي سي وجوائز لازم. زين خلينا نعرف تفاصيل اغنيه حبيبه الروح والريه. حبيبه الروح والريه هي عمل وطني اهداء من شركة اتصالات كويتية اس تي سي كعادتنا السنوية. أكيد كل سنة حابين نشارك يعني ديرتنا الحبيبة بعمل فني يكون يعني نقدم من خلاله رسالة، ونقدم من خلاله كذلك يعني مشاركتنا بالاحتفالات هالسنة، ودائما من خلاله ندعم الشباب والطاقات الشبابية اللي موجودة عندنا في الكويت. حبيبة الروح والرية يمكن كانت هي عملنا هذه السنة، ركزنا فيه على الهوية الكويتية. يمكن الفيجوالز أو الصورة اللي موجودة قاعد تطلع في الكليب مركزين فيها وايد على الأزياء الكويتية سواء القديمة أو الحاضرة. قاعد نحاول نطلع الشباب بصورة يعني غير المعتادة، الكاجوال دي على قولتهم اليومي اللي انت قاعد تكون عايشة. لا ترى هويتنا هذه ودنا نأصل كمحتوى بهالشكل. طبعا شاركنا فيها المخرج جاسم الحربان، فيجن فيجوالز، البرودكشن ايجنسي، الفنان الشاب اللي بالنسبة لنا يعني أصبح أيقونة اليوم موجود بدر الشعيبي، حتى
يعني تفاعلنا مع بدر كان انه نبي نطلع يا بدر بصوره نمطيه جديده بهذا العمل. الحمد لله تم اطلاقه امس، ويعني هو مزيج للامانه، حتى اللون اللي داخله بداوي على يعني اكثر من لون داخل الاغنيه. اتمنى الكل يستمتع، بالنهايه هي عمل فني ودنا نشارككم فيه وتستمتعون فيه بالاحتفالات والاعياد الوطنيه. ابي اشكر شخص عشان بس يعني ابي اشكر التيم اللي اشتغل فيها في هذا العمل، سواء من البرودكشن ايجنسي اللي ذكرنا ساميهم، كذلك من التيم اللي موجود عندنا في اس تي سي، اخوي سالم المطوع، يعني ثلاثة ايام بات مواصل عشان يكون موجود مع البرودكشن. فهذه بس انا وعدت ان اشكره فقلت بشكره. يستاهل يستاهل السلام. عساك على القوه حبيبه الروح والريا. غناء الفنان بدر شعيبي، انتاج فيجن فيجوالز، واخراج المبدع جاسم الحربان. اهداء من شركه اس تي سي الكويت الى الكويت وشعبها. نشوف الفيديو كليب بالتلفزيون ونسمعه في الراديو، ولنا عوده بعد هذا الكليب. رجعنا معاكم في إذاعة وتلفزيون المارينا، وسعيدين بتواجد ضيوفنا من شركة الاتصالات اس تي سي، مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي اخوي احمد نويبت. حياك الله في ديوانية المارينا. يا حبيبي الله يحفظك. مساك الله بالخير. طال عمرك. زميلتنا الإعلامية الدكتورة نورة عبد الله اليوم تشاركنا في اليوم الإذاعة العالمي، وسعيدين بوجودك نورة. الله يسلمك. اكيد اقول لك العام وانتم بخير. اكيد انا لفت انتباهي الفيديو كليب، اكيد وجزء من دراستي في الفنون. امانه نقلتوا لنا يعني الكويت بعناصرها الطبيعيه، البحر، البر، معالمها، المولز، اكيد احنا معروفين بهذا الشيء، معالمنا اكيد اللي هي من رؤيه كويت جديده، والشباب اكيد اللي هم تواجدوا بالفئتين نساء ورجال. فاتمنى ان الكل يروح يشوف الغنية، هي امانه وايد حلوه، تمثل اكيد شهر الاعياد الوطنيه. والله ما ودي ازيد على نورة الصراحه، خشني هو دائما يعيدني. دائما يعيدني. انا رتويت اسوي هذه شهاده. شلون علاقتك مع البادل؟ حلوه. لا حلوه، لا ما لا نبي تفاصيلها يعني. حلوه. انا ادري عسماوي انت صح؟ من وين؟ اي انا معكوس. منو معك؟ عبد الرحمن الخميس. اي بايوب. يوه كنا باب طياره. لا 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 مكمل 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 مكمل. ما يصير ما يصير ما يصير. لا لا ما يصير. بايو امسحها بايو. انت عارف المين الغطاء. بايو حبيبي. بايو الحين صار يارنا، انتقل بالحصاني الحين. لا والله مر عليه وصار عنده فلوس بسرعه. وزميل شلون صار عنده فلوس؟ انا بالمدينه صار لي اربع سنين. اقعد اقعد. لا لا اسف احمد، والله اسف. اسف اس تي سي. اسف نوره. اسفه اسفه اسف. تعال ويا عود. زين زين. هو ويها طياره. انت ويك شنو؟ لا لا جاوب جاوب. انا؟ ايه انا والله شوف اتفقنا انك بن. انا شوف ربي خلقني حياني مقفل وفيني ثنيه، ومن السمار اللي كسوا جنتيني كاني برازيلي ومفتح شويه. الله مراوغه مراوغه. زين احمد شنو مجهزين يعني مستمعينا ومتابعينا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة ومناسبة الأعياد الوطنية اليوم؟ انتم موجودين لتقديم شيء للناس، شنو بتقدمون لهم؟ اليوم احنا موجودين وياكم، اكيد عندنا فقرة كاملة يمكن فيها مسابقات وجوائز، الكل راح يقدر يشارك عبر الاتصال ونسألهم أسئلة على قولتهم خفيفة لطيفة، والكل إن شاء الله بيفوز ويانا. بس شنو بيكون عندنا خلال فترة فبراير؟ أكيد مثل ما قلنا احنا نكون نشيطين شوية في الفترة هذه بفعاليات كثيرة. يمكن بداية هذه راح نشارك كل الفعاليات في عندنا في جامعة الكويت حق الطلبة قبل نهاية إن شاء الله الدوام وإجازة العيد الوطني، كذلك زوار الكويت اللي في المطار. خلال فترة عطلة العيد الوطني راح يكون عندنا أكثر من فعالية، أولها مشاركين برعاية في مهرجان الفارسي للطيارات الورقية. ممتاز. راح يكون في اس تي سي فيلج كامل فيها فعالياتها
والشوز والمسابقات والقعدات مكان صوب داخل بنيدر. صوب بنيدر ان شاء الله من تاريخ 23 الى نهايه العطله اس تي سي فيلج راح تكون موجوده في مخيم الفارسي. كذلك يوم 23 عندنا تعاون مشترك مع كوفي اب وكانتين راح نكون ان شاء الله موجودين في الصبيه راح نعلن عنها ان شاء الله واللوكيشن مالها بالايام القادمه في السوشيال ميديا. راح تكون كشته موجوده يوم 23 حق الكل يقدر يشارك بالفعاليات. كذلك يوم 26 عندنا فبراير كذلك في الصبيه راح يكون عندنا تعاون مع مجموعه شباب عندهم كشته اسمها فلامة راح يكون في يعني كشتة كاملة من نهار لليل فعالياتها وأجواءها الوطنية خلال فترة العيد الوطني. كذلك عندنا في جامعة الكويت ذكرنا وعندنا هم عطلة العيد الوطني بالسكاي أفنيز. ما شاء الله STC جدول حافل خلال فبراير وتفاعل أكيد. مثالي مع هذا الشهر الوطني. أكيد تشرفونا وتنورونا كلكم. نتشرف. هذه دعوة لكم ودعوة لكل المستمعين أكيد إنه. عسى الله يحفظكم. موجودين ويانا بالفعاليات هذه. زين. الله يشرف. STC اليوم يو معاهم. كريمين يا أخي. شاقين الجيس. أي والله. أظرف. الكل عنده أظرف. إيه الكل. الكل عنده أظرف. نورة عندها وأنا عندي أبو كميل عنده وأحمد. انت عندك هذه اظرف اس تي سي احنا راح نكون معاكم خلال الدقائق الجايه بنوزع هذه الجوائز وبنطشها على الهواء. اللي عليكم تسوونه انكم تشاركون على 22-20-90-4 اس تي سي بتدلعكم بالجوائز اللي بتقدمها لكم بمناسبه الاعياد الوطنيه وشهر فبراير. راح نبتدي ناخذ الاتصالات. ما شاء الله بدت الاتصالات تهل. شوف شوف بدت 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 الاتصالات جوائز. اي طبعا الاتصال طبعا راح ناخذ اول اتصال. الو الو يا هلا مساء الخير من معي؟ مساء النور مي. اهلا مي كل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا عندنا في البرنامج الان في الديوانيه عندك الارقام من 1 لـ20 تختارين رقم وعلى ضوء هذا الرقم راح يطلع لك السؤال. عدل؟ عدل. اي وبعدها ثلاثة. وبعدها تختار رقم جائزتها. وبعدها تختار الرقم جائزتك. فالسؤال تمام. ثلاثة. ثلاثة. عند احمد. يلا مي سؤالها رقم ثلاثة. شو يقول السؤال؟ مساء الخير يا مي. مي متجهزة. أهلا وسهلا. سؤالنا شنو هي أو شنو أول مدرسة نظامية بالكويت وسبب تسميتها؟ أول مدرسة نظامية. اسم أول مدرسة نظامية بالكويت وسبب تسميتها. أول مدرسة نظامية بالكويت. مدرسة المباركية. جبتيها في جوجل؟ لا السؤال كذا معروفة صحيح. سيرش بطيء. برافو عليك يا مي. زين ليش سموها المباركية؟ نسبة للشيخ مبارك. الله عليك. الله عليك. الله الله الله. مي طبعا استلام الجائزة إن شاء الله الأسبوع الجاي بعد الإجازة في مكاتبنا هني في المارينا يوم الاثنين إن شاء الله 20 فبراير. كم رقم جائزة تشتبين؟ اختاري رقم الجائزة. رقم الجائزة 15 من 21 برضو. أيوة كبرت الرقم على الجائزة. خمسة أضعاف. خمسة أضعاف رقم السؤال. 15 جائزتك يا مي. 15 عبارة عن هواوي ميت باد. الله الله ألف مبروك. ألف مبروك يا مي. هواوي ميت باد. شكرا شكرا شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا. ناخذ اتصال ما شاء الله عامر. يلا نوره عندك هالاتصال. الو انا على طول افوز ترى. يلا خلينا نشوف. الو مو انت اللي دافع. الو تامر. تامر منو معاي؟ السلام عليكم. وياكم راشد. السلام. هلا والله راشد. راشد مستعد تشارك ويانا؟ اي ان شاء الله. اختار رقم عشان تشارك ويانا من 1 لكم يا جماعة؟ لا 20. 20. 8. 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
للزينة والبهجة تعشق، صانع بصنعته يطرق معدن ثمين يشرق يشكلها. إذا كذي بوجبو كميرا. هذا اللي يحصلون فيه، هذا اللي كذي عرفت، اللي يبون العصاية ويطقونه. الحريم عادة شنو مشهورين بلبس أو يحبون لبس ال... لا يا جماعة سهلوا، لا أنا ما قدرت. المضاعد، المضاعد من شنو؟ السوارة. إي من اللي يسويها؟ الذهب. من يسوي؟ شو يسمونه اللي يسويها؟ يقولون يصيغ الذهب. الصاير. مبروك راشد. اختار رقم جائزتك من 1 إلى 20. والله ابو يوسف ما دام انت تتكلم راح اختار رقم ذي البيت، 10 10. يلا احمد نويبت راح يقول لك من شركه اس تي سي شنو الجائزه رقم 10. 10 ابل ايربودز. الله ابل ايربودز. الف مبروك يا راشد. جزاكم الله. يا هلا يا هلا. راشد راح ياخذ الايربود، واللي فازوا مي وراشد تواصلون معانا ان شاء الله يوم الاثنين المقبل بعد الاجازه تاريخ 20، الاستلام في مكاتب اذاعه وتلفزيون المارينا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 3 العصر احنا موجودين. يلا نبتدي ناخذ اتصال، ومعانا اتصال من ام عزيز. ام عزيز هلا والله. يا هلا ام عزيز. هلا والله ام عزيز. اختاري رقم من 1 الى 20. 4. كهو. أربعة. أربعة. الله عزيز أنا بساعدك. إيه ترى متغشش متغشش. قلبك غالبا. سهلة توا سألناها. أول إيه. أول طبيب كويتي. أول طبيب كويتي. ما. دخل. ما يخالف انت فكري فكري صدقيني. جميل جواب عند اول طبيب. يعني انت حاولي تحولي الاسم. اساعدك انا اساعدك. حولي الاسم على اسم ريال على الاقل. اي محمد. لا يا معوده مو هو من عيال البريتشي. اي انسى ساعد. يا سلام عليك. مساعد البريتشي. سلام عليك. الف مبروك. يلا يلا ام عزيز اختاري رقم جائزتك. 4. هم 4. هم 4. يلا 4. يلا نويبت من اس تي سي بيدلعونكم يا مستمعين المارينا. جالكسي بودز مبروك. الله الف مبروك. الله الله الف مبروك. الف مبروك. يا هلا يا هلا يا هلا. عندنا اتصال. يلا احمد خذ انت. يلا الو مرحبا. الو مرحبا. هلا اسمك بالخير. دلال. عاشت لسامي. دلال اي رقم تبين عشان ناخذ السؤال؟ 6. 6 هذا 9 ولا 6 هذا؟ انت كاتبه بالمقلوب ولا شنو قولي لي؟ 6؟ اي زين اوكي. اسفين اسفين يا جماعه. والله مدلعينكم اس تي سي. لا يا ابو كمين كلنا لك. دلال. هلا. كم دائري سريع بالكويت؟ 7. زائد في دائري جديد توهم بطلينه صوب الجامعه. حسبيهم كلهم بين السادس والسابع. ايش يسمونه؟ الثامن ما ادري. بين السادس والسابع. نوعية تجوبتي. ستة و ستة و ستة و ونص. اي ونص ونص. الله مبروك يا دلال. مبروك يا دلال. اختاري جائزتك. كم رقم جائزتك تبينه؟ 9. 9 9 في الخير ان شاء الله. والله باذن الله. شوف الجائزه. مبروك مبروك لدلال. اي والله ما غششنا. دلال دلال مبروك ربحتي موبايل هواوي نوفا. الله الله مبروك دلال الموبايل. استاهلين. دلال منو اللي اعطاك الموبايل؟ اي شركه؟ اس تي سي. شكرا يعطيك العافيه. الله يعافيك. حسيت ان دائما مركزه بس طلعت مركزه. لا مركزه. لا مركزه. قصت وين؟ قصت وين طلعت مركزه؟ اي لا دلال مدللك. مريم. الو مريم. الو 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 ابو مريم. يا هلا ومرحبا. من معي؟ عادل. عادل اهلا وسهلا يا عادل. عادل اختار رقم سؤالك من 1 إلى 20. والله على ابطال اوروبا مدريدي. 14 عندي سؤال. 14 عند ابو كميل. عادل. ايه عادل معاي؟ ترى انت دق علي الشركه اللي بتعطيك؟ اس تي سي. وخطي من اس تي سي بعد. عادل تحيه لعملاء اس تي سي. ايه دائري صانعينه مساق للزينه يلمع والزينه
بذراع الزينة. شنو هو؟ أبو أبو كميل الزينة. في مدرب اسمه ماضد من ضايد. شو هذا؟ شيء يلبسونه البنات. آه. قول عادل. بيدهم. مرة ثانية. دائري صنعنا مصانع للزينة يلمع والزينة بذراع الزينة. يعني إيش اسمه؟ شيء يلبسونه البنات والنساء بيدهم مدور. مضاعد قلت لك شكرا الله. ألف مبروك يا عادل. عادل زين قل لي شنو رقم جائزتك؟ 14. يلا 14. يلا خلينا نشوف. أحمد نويبت من شركة الاتصالات اس تي سي كذلك راح يعلن الجائزة. اس تي سي مدلعتكم. هواوي ميت باد ربحت ويانا يا عادل. ميت باد ألف مبروك يا عادل. ألف مبروك. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. قولي ألو. هلا والله. ألو. ألو. هلا وغلا. اسمك؟ ألا. ألا جاهزة أسألك السؤال؟ وش قولي أي رقم تبين حق السؤال؟ أبي رقم 13 عيد ميلاد أمي اليوم. الله 13 عندي. الله عيد ميلاد أمك. والسؤال حلو من اس تي سي عن الذهب. عرفتي هذول اللي يتكلمون كذي؟ لا تتخلى. على وشاء عن الذهب لا تتخلى صانعها بصنعها يتجلى أطرافها جميلة تتعلى فوق الشعر تتدلى. روح تلبس العروسة على رأسها. سوفي جابر. الهامة. يا سلام عليك. سلام عليك الهامة. إيه الهامة. ألا شنو قلتي؟ شنو الإجابة؟ الهامة. الهامة. عدل. زين ألا عطيني رقم جائزتك. أنا ب13. كم؟ 13. يلا 13. شلون كرسي جابل على الراس؟ شلون ما يصير؟ يلا سمعي يلا حق الماما. عطي الماما. عطيها ساعة سامسونج جالكسي. الله ألف مبروك. تستاهل هدية. شكرا على. وتحياتنا للماما وهابي بيرثدي للماما ولكل واحد اليوم عيد ميلاده. نروح إلى اتصال جاينا. قولي ألو. ألو. الماما والكل واحد اليوم قاعد اسمع ديلي. تقصروا صوت الراديو عشان اسمعكم واسمكم. هلا وسهلا. ايه ما عليه تصير بس العوائل. ايه تصير ماك مشكله. نو ماما نكراي. يلا ناخذ اتصال. رامي. هلا. يا هلا كيف الصحه؟ يا هلا والله. طيب حبيبي رامي. اختار رقم سؤالك من 1 ل 20. 15. عندي 15. 15 وينها؟ عندي ابو كميل. عندي 15. يلا 15. يقول يا رامي. الله رامي اسم عصير. اسم عصير رامي. اي احلى عصير. ما عصير ضروري. ابو كميل. اوكي هو رامي. ركز. لاصقه بالبيت وترحب بالمتزوج والمطلق والاعزب كريمه مضيافه زاد قرب. انت لازم احط لك تشكيل عشان مضيافة. زاد قرب. مو زاد قرب. تقرب الاهل والاصدقاء والمتغرب. شنو الجواب؟ كل يوم تسمعونها من 1 ل 3. كل يوم. على اسم البرنامج رامي. لا لا هذا اسم الاذاعه. اسم البرنامج. اسم البرنامج رامي اللي نطلع فيه اللي انت تدق علينا منه. دوانيه. يا سلام عليك. الف مبروك يا رامي. الف مبروك. زين اختار رقم جائزتك. من 1 لكم؟ من 1 ل 20. 20. عاد هذه احلى جائزه بعد. اوه جائزه 20 لرامي صادها ابل ايربودز. ابل ايربود. الف مبروك يا رامي. شكرا. هلا بالحبيب. يلا الله يسلمك. ناخذ اخر اتصال قبل الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله بعد شوي. الو. الو. يا هلا. هلا والله. تسمحين احولك الى احمد نويبت من اس تي سي؟ والنعم. نعم بحالك. اسمك بالخير. ام خالد. ونعم ام خالد. ام خالد اختاري رقم اسالك فيه سؤال. 7. كاهو. الله 7 رامي قبل المنتخب. يا الله عايش على الاطلال. زين ليش يشبك الاحداث؟ يقول لك السي في بمسابقه. اكيد الهديه قويه. اسمع الهديه. ما دام 7 اعطينا اسم 7 مناطق بالكويت. سهل. الجابرية، العدالية، سرة، الخالدية، والدائرة الرابع كلها. كلها. عزاك على القوة. مبارك. اختاري رقم جائزتك. ام خالد.
سبعة بعد. يا لا 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 أحلى هدية. تستاهل مخالفة. يلا. بدام على رغمي. شو شنو؟ ربحتي موبايل من هواوي نوفا. ألف مبروك موبايل نوفا من هواوي. يا أحلى. أم خالد نبي يباب حق السيسي يباب يباب. الله شكرا ألف الصلاة والسلام يلا مع السلامة يا هلا وياك يا هلا يا هلا يا هلا زين فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نرجع معاكم في برنامج الديوانية يطلع لا فاصل وبعدين نرجع مرة ثانية رجعنا معاكم في الديوانية مع اس تي سي وهذه الأجواء الوطنية الجميلة مع هذه الأجواء الرائعة مارينا اف ام إذاعة وتلفزيون بالتعاون مع اس تي سي بتدلعكم بالجوائز خلال الدقائق الجاية للحين ما خلصنا وما قضينا وعندنا مجموعة من الجوائز راح ناخذ الاتصالات معاك اتصال نورة يلا خلينا نخلص اهلا اهلا الو الو يا هلا وسهلا اسمك السلام عليكم عليكم السلام عيسى قال عيسى اسمك اي نعم نعم والنعم فيك تختار اي رقم من الأسئلة سبعة الله سبعة خلص رقم كميل هذا راح 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 غير غير اصعد فوق تبي واحد اثنين راح راح واحد اثنين خمسة تسعة 17 18 19 20 او 10 11 12 20 يعني 20 20 عندي انا يلا يا عيسى سؤالك يقول وعيسى بطل بطل يعرف يجاوب بمناسبة اليوم الإذاعة العالمي متى تم افتتاح أول إذاعة بالكويت هنا الكويت الله متى افتتح أول إذاعة ها عارف 1960 نقص منها تسعة نقص منها تسعة واحد هو يا سلام عليك 1951 تم افتتاح أول إذاعة بالكويت ألف مبروك يا عيسى عيسى اختار رقم جائزتك من 1 إلى 20 عيسى فاز أبو كميل فرح والله استأنست كم الرقم؟ 19 تفضل أحمد نويبت من شركة اس تي سي بزف لك البشرة أوه لا أبو كميل ها أبو كميل شو هذا استعجل ايفون 13 ايفون 13 يا عيسى الف مبروك الف مبروك ايفون 13 مقدم لك من اس تي سي احمد في بعد جوائز وايد كذي لا شيء خيالي ممكن اطلع واتصل فيكم انا صدق بين معك الو اسالها ايش اسمها الو عشان انا ادري القطه شنو ريسبشن كان هيلب يو هاو يو دوين ام فاين ثانك يو اس تي سي اس تي سي از سبيكينج هاو يو دوين هو سبيكينج جوري جوري ونرجس وكادي؟ يس يا والله حلو اسم جوري جوري اختاري من واحد للعشرين 18 عندي يلا يلا جوري سؤالك يقول رقم 18 من شركة الاتصالات اس تي سي يقول أول من تحدث بالأمثال الشعبية في الإذاعة عام 1953 من هو؟ غير أبو كميل أول من تحدث كان عنده يعني برنامج شهير بالأمثال الشعبية في عام 1953 بعد انطلاق الإذاعة بسنتين هو الشيخ عبد الله النوري من هو؟ عبد الله النوري يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام رقم جائزتك يا جوري 18 هم 18 18 يلا بسم الله دددم دددم كلنا ناطرين دم شنو جائزتها جوري سامسونج جالكسي ووتش واو الله الف مبروك سامسونج جالكسي ووتش الف مبروك يا جوري شكرا شكرا طبعا استلام الجوائز راح يكون في اذاعه وتلفزيون المارينا هني في مجمع المارينا يوم الاثنين المقبل ان شاء الله التاريخ 20 فبراير وبعدها باي وقت يلا احمد قول الو 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 مرحبا مرحبتين هلا اسمك بالخير محمد اخوك محمد الله يسلمك ونعم يا محمد عندك ارقام وايد 2 1 9 5 اي رقم تبي او 12 10 11 والله رقم 8
ثمانية راحت. راح ثمانية. ما قلنا. رقم اثنين. رقم اثنين شو يقول؟ كان يبي خارج الصندوق. أنا وأنت اثنين تالت. بس تيسي اللي اختارتنا. إنزين. كم جزيرة بالكويت؟ وشنوهم؟ والله الجزر بالكويت. اتوقع ما ادري اذا ماني غلطان ممكن خمس جزر يمكن لا 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 وين خمس اربعه ايش دعوه ساوى خمسه زائد اربعه اكثر من كذي يعني تسعه هم تسعه يا سلام عليك عطنا اساميهم كبر الكل اي كبر فيلتش كانوا ساكنين بوبيان ثلاث قارو اربع ام المرادم خمسه ام القوين والنمل لا لا ام القوين هذه اماره بالشارجه ما شفت هناك بالامارات لحظه لحظه لا تعكس الريال ام النمل ام النمل ام النمل ام النمل نعم اي اوها 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 مسجان باقي واحده نعم كبر واربع واربع بس الف مبروك الف مبروك اختار رقم اختار رقم ما عديتهم تسعه اختار رقم يا محمد وش شو الرقم اي رقم اختار يعني ولا اختار من 21 رقم 7 سبعة راح يبون سبعة سبعة كان رقم كميل راح رقم تسعة أو جاسم يقول تسعة راح رقم ثلاثة ثلاثة محبوب جمال موجود يقول تشكيلة أبو كميل أوه آه ها بل مبارك آيباد ألف مبروك حبيبي حبيبي ألف مبروك محمد معاي جائزتك أي من منو من أي شركة اي سي سي يا سلام عليك شكرا يا هلا 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 يا عندي واحد وتسعة وخمسة أربعة عشر لا راح أربعة عشر خلص في ست في ستة عشر سبعة عشر تسعة عشر واحد خمسة ها شو تبي الله تسعة ولا خمسة الله هدي أنت هدير البوسطة ها يا معل لا لا ما شو هدير لا إنزين هدير شنو معنى كلمة الكوت الله الكويت كان يسمونه الكوت مو سفينة كاسل كاسل لا لا المكان اللي نقعد نحتمي فيه الخشب لان الكويت مايله فشنها كويت اوف لا لا كويت كويت مايله لا اخوها ادليلي لا لا انت مو قلعه لا قصدي مايله ان فيها تري فتحه بالخريطه لا خليك من هالخزعبلات الحصن هو شوف المكان اللي نحتمي فيه الحصن الحصن لانها الحصن الحصن وكويت هي الحصن الصغير يا سلام عليك زين هديل هلا اختاري رقم جائزتك خمسة خمسة ايه خمسة وخميسة خمسة يلا خمسة نشوف خمسة يلا بسم الله حلو يسوون شي رفرش على المعلومات ايه هديل ربحتي عشان ما تضيعين داخل الكويت اير تاج الله ألف مبروك هديل الاير تاج من شركة اس تي سي شكرا نايس يا هلا يا هلا ومرحبا حيات حيات الو الو يا هلا هلا بيك هلا فيك من معي مينا اهلا مينا الله. زيك اهلا بيك تمام مينا مينا الشويخ ولا مينا حلوه مينا الاحمدي والله فيك حبيبي يا مينا مينا حبيبي اتغشر مينا عطني عطني الرقم السؤال عندي 1 و9 وعندي 16 17 19 19 دي جي ليزر من نهار مينة يا مينة مينة الله الله زين الله الله عليك أكبر حقل نفطي بالكويت هو أي حقل شو اسمه أكبر حقل نفطي اسمه برقان حقل مو عقل حقل 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 أكبر عقل بالكويت بكميل حقل شعيبة لا لا برقان اسمه بأي سنة تم اكتشافه لا صرت الأسئلة صعبة على فكرة لا والله هو سهل بس أنت شوية بعد كأس العالم على عمره على عمره شوية بعد كأس عالم إيطاليا ولا مي كأس عالم لا كويت 95 لا 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 82 متأخر متأخر الكويت متى وصلوا كأس العالم 82
زيدهم سنة يا باشا خلاص خلصنا 83 يا شكرا لمصر. لا 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 اعكسهم 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 38 ايوه 1938 دلوقتي يمينة تعال حبيبي. اكبر حقل نفطي بالكويت اسمه ايه؟ برقان. واكتشافه تم اي سنة؟ 1938. بس الف مبروك انت ربحت مع اس تي سي زين؟ حبيبي وانت خذيت معلومة على فكرة. حبيبي نتشرف بك يا مينا. قول لي يا مينا رقم جائزتك. واحد يلا واحد جائزة رقم واحد احمد مينا الويدي. مينا لازم يفوز. هواوي يا مينا هواوي فري بوت فري بوت فري بوت الف مبروك. الف مبروك يا مينا. شكرا 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 يا مينا. ما شاء الله عندي اتصالات كثيرة. يلا نورة يلا. انا باقي لي ترى سؤالين. يا هلا يا هلا مساء الخير. الو هلا وسهلا اسمك؟ عالية عادل. عالية عادل عالية عالية, عالية. تبين كم رقم السؤال؟ خلينا نقول لك الارقام اللي بقت عندي 1 و9 انا 16 17 و10 و12 و11 9 يلا 9 لازم تفوزين يا عالية. لازم ان شاء الله. عالية عالية هذه شوف شلون بقراها. احبوب يدقونها للاكل ايه يجهزونها وبالاغاني يغنونها وبالرقص يرقصونها. الله لا تد الهريس. ايه شري هي اللي تقول هريس تدقونها. تحب الهريس؟ اموت على الهريس مع اللحم. عالية شو اخبارك؟ عالية شلونك؟ جوجل طول ياك خاطش مؤسسي. اوكي زين هي هريس. يلا يلا جوجل دش اقول عاليه. هلا سؤال انت قبل شوي دق علينا واحد اسمه عادل هو الوالد. لا زين يلا بنعطيك فرصه عيل. يلا طول جوجل يلا طول جوجل. حبوب يدقونها للاكل يجهزونها وبالاغاني يغنونها وبالرقص يرقصونها شو اسمها؟ اكله حب الهريس. ايه اختاري رقم جائزتك. اي رقم اللي موجود؟ موجود ارقام. قولي 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 رقم. 9 وين ما في غيره؟ 12 يلا موجود. يلا رقم عالية عادل 12. اوه ربحتي ابل ايربودز يا عادل. اوه ابل مبروك. مبروك من اس تي سي. الله يبارك فيك. يا هلا يا هلا يا هلا حيات حيات يا هلا ومرحبا وناسه والله وايد اتصالات. يلا قولي يلا. الو 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 هلا والله اسمك رحف. رحف تبين شنو رقم السؤال؟ 10 11 16 17 1 كلمة بلبناني. ما في 12 صح؟ 10 طيب 10 ايه هي 10 عندي اياها بلبنانية بلبنانية ما جمع حاليا بلبنانية. ايه انت رحت 5 سنين كلمية بلبنانية. لا خنشوف شنو السؤال. لا خنشوف سؤال هذا بالكويتي نبي بلبناني. اوه وايد حلو السؤال. تعبر عن راي هاوس. راي هاوس سوالفها وانغامها تسمعك وتسمعها. قاعد نحتفل فيها من اليوم من تاريخ 13 فبراير. الكويت. لا لا الكويت نحتفل فيها بكل فبراير. ابي اليوم ايش قاعد نحتفل فيه؟ يوم الاذاعه. يوم الاذاعه وهي صح. صح هي الاذاعه صح. احنا اليوم نتكلم عن الاذاعه. الف مبروك. الف مبروك. اختاري رقم الجائزه. 12 برضو. يا ما في راح 12 بس اختاروا شنو الارقام؟ 10 كم رقم انت؟ اعطني خلينا نشوف الارقام. 12 لا لا انت شنو عندك الارقام؟ يلا نقي. عندي 2 و6 و8 و11 و16 و17. لا لا لت لت. اوكي 2 موجود. 2 يلا. احمد نوايبت من شركه اس تي سي بيقول لك الجائزه. اير تاج جائزتك يا الف مبروك. الاير تاج الف مبروك. شكرا شكرا شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا. برافو. يلا ابو كميل قول الو. الو الو السلام عليكم. سلام هلا كابتن. هلا ابو كميل. الله يخليك يا حبيبي. يا حبيبي حبيب ابو كميل حبيبي. شو اسمه اختار يلا المصري. ممكن تختار رقم منه؟ الرقم الموجود ايه ابو كميل؟ طيب انا في عندي 16 لا 11 و12 انا عندي 11 و12 16 17 عندي واحد. واحد اسمك بالخير. واحد ابو كميل. واحد علي 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 يلا
يلا يا علي فوزوا علي. احمد STC اليوم بدلعك احمد نويبت. يلا انا STC كمان يعني انا خطي STC. ابرك ساعدك حياك حياك. انا اسف بس السؤال وايد صعب. زين قوله نساعدك. خل ابو كامل يساعدك. شنو هو الخنفروش؟ الله ما يبي له بعد. انا اسف صراحه بس هو شيء قديم. اي الخنفروش الخنفر مع الخشم حاجة سويت يعني. وأكلة كويتية. لا أكلة كويتية صعبة لأنه مصري. بس هي إيه يعني؟ هي موالح تتوقع شنو؟ طواجن محاشي طواجن. إيه حلو. إيه حلو. أو شوف شوف الواتس. خلاص ممكن حلو. خلاص حلو حلو حلو. وانت حلو كمان يا محمد. علي علي خلاص انا بجاوب عنك. هي اكله كويتيه محتواها الرز المطحون مع الحليب والسكر تنطبق حق اليهال. الله شكرا شكرا شكرا. اختار جائزه. يلا اختار. ارقام الموجوده في الجوائز 11 16 8 17 8. ماشي يلا 8 8 8. هنقول له ألف مبروك من الحين. ألف مبروك يا علي. مبروك علي. أوه يا علي ربحت أبل ووتش يا علي. أوه أبل ووتش. الله بارك. الحمد لله مرقت في حياتي حبيبي. احنا كسبناك يا باشا. STC والمارينا يكسبوك. علي علي حتى الخط الوحيد معايا. حتدي الساعة لمين؟ للمرا. لا مراتي ايه الساعه بكره الفالنتاين. مراتي ايه يقول شكرا شكرا حبيبي. الله يعطيك العافيه. سامحنا عليك صار عليك. الله يهنيكم. هلا والله هلا بالحبيب. طلعتوا مشاعر الدفينه. الو 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 الو. هلا والله. هلا فيك. اسمك مساعد. مساعد مساعد تبي اي رقم السؤال؟ لازم تفوز بليز بدون مساعده. 11 ولا 12 ولا 16 17 خلص اللي عندك. يلا نعم نعاش. يلا خلنا نسألك السؤال. يلا بدم عند نورا كذا بترمحك. لحظة السؤال يقول أوه قلنا اليوم شنو معنى كلمة الرية؟ الرية الرئة. لا لا مو على مو على لا تروح علي أنا. كبير طلعت مؤثر والله. لا تروح علي أنا. لا تأخذ من بكرة. مثل واحد يقول يا بعد قلبي كذي يعني. الحياة. اي هذا اللي يروح والرية يقولون. اي الروح والرية. اي مبروك مبروك. اختار. الله يبارك فيك. فوزك. اختار رقمك رقمك. خلي اختار رقمك. فهموه. ثمانية. الروح والرية. الرية هي مصدر الحياة. الحياة والقلب. 6 11 16 17. يلا 6 11 16 17. ستة. ستة ستة. الله الحوطي. ليش عندك الأرقام مرتبطة بلاعبين؟ حلو. بالمبارك ربحت ويانا هواوي ميت باد. الله ألف مبروك. ألف مبروك يا مساعد. ألف مبروك. ألف مبروك. عايز تقولوا لنا رقم مرة ثانية عشان الناس تشارك بعد. 22-20-90-4. لكن احنا كم جائزة باجي لك أحمد؟ عندي ثلاث جواز. كم سؤال عندك؟ عندي بس 11 وانا عندي سؤالين 16 و17. برايك وراجعين لكم في برنامج الديوانية. رجعنا معاكم في الديوانية الساعة 3:15 بتوقيت إذاعة وتلفزيون المارينا. سعيدين جدا بتواصلكم وباتصالاتكم وإن شاء الله STC ما راح تزعلكم. معنا في هذه الحلقة أيضا الزميلة الإعلامية الدكتورة نورة عبدالله وأيضا زميلي أبو كميل وأيضا من شركة STC مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي أحمد نويبت. نعم. العلاقات العامة. إيه. شنو اختصارها بالإنجليزي؟ أنا دشيت علاقات عامة. إيه. وين؟ إيه نعم. إيه. في لا لا مناطق. اسمي معهونة. إذا كله خير. اسمه شو اسمه بارشن. لا 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 قريب 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 بابليك برشلونة. برشلونة برشلونة. بابليك بابليك برشلونة. لا مو بابليك. ريليشن ريليشن. يا بابليك ريليشن ريليشن. بابليك تمضمض ريليشن. هم شغلونا ما عرفت ما اعرف الجزء بالعرض العامة تطردون برا. زين بي ار. زين قول بي ار. سي بي ار. لا بي ار. بي ار سي بي ار هاي مو كورونا. بي ار بابليك بابليك والار حق ريليشن ريليشن. اوكي زين قبل لا نرجع وطبعا اللي حاب يتواصل معنا على 22 20 90 4 باقي من الجوائز
الارقام عندك نوره كم؟ انا طلع عندي شهر 11. 11 شهر 11 شكو؟ لا ما له شهر 11 برجك الظاهر برجك يمكن 11 مواليد 16 و17 زين قبل لا ناخذ الاتصالات قول حق نويبت سالفتك لما جت مالت الابراج قول لها الله لا 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 هي صارت على الهواء لا هي مالت ابراج الصينيه هي يعني تكرم فكلها يعني عن تكرم الحيوانات تقول يعني ما تقول لي مثلا الجدي وهذا ما يدور عندها يعني فتقول هي اقدم هاي بناس هنا هني مشكله انا اللي جايبها انزين اعطتني واحده ايش قالت لك؟ فاول واحد قالت حق طلب انت برج الفار قلت لها ببوز لا لا زين كانت تقول انت برج الاسد كان اسوي انا كذي انت كان اسوي صفقت انت اي صفقت قلت لها اي شفته كان تقول لها عفوا هني كان رونالدينو صادني على الخط قالت لي عفوا انت مواليد 70 قلت لها كان تقول انت برج الكلب طشرتك والله احس انه واحد طاقني طراق والله لا لا بس انت ما قالت لك انت برج ها؟ ايه على طول قالتها بس انا قالت لك انت من غير برج لا لا بس هي خانها التعبير اي خانها التعبير نفسك انت بدك انت الاختيار انا قدمت اعتذار كذا ما هو يكون التعبير الله ياب لاحد صلى الله لا شلون والله قالتها صراحه قاعد اضحك والله لا بس هي مو قصدها بس مو مؤثره فيك كلش سوري زين الابراج ابو كمين خلنا ناخذ اتصال الو 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 يا هلا السلام عليكم عليكم السلام من معي؟ حسن عندك حسن مشلخ الغداء كان 11 16 17 اي والله قول لي 17 زين 17 سؤالك من اس تي سي يقول سؤال صاحب منو هو السيب؟ سيب انا سيب قول له سيب؟ ايه السيب ايام البحاره قبل اذكرها قبل ايه شلون تذكرها؟ شاركت وياها؟ هو ايه السيب منو هو؟ اللي يسحب شنو؟ حق الغواصين يسحب الحبل الحبل بعد ما سيب هو اللي يسحب الحبل الغواصين رقم الجائزه اي رقم جائزه تبي 11 ولا 16 ولا 17؟ 17 يلا هلا والله هلا بالحبيب يلا اخر اتصال يا نورة يلا الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا وسهلا اسمك خالد العنزي خالد عندك رقمين في بعد رقمين اسف انا عندي بعد 16 خاش عندك 11 و16 اختار 11 الله ما صلّانا الله مو قاسم إني أرد السؤال اذكر لي اسم خمس حكام لدولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الشيخ صباح الأحمد هاتنين صباح السالم عبد الله السالم أحمد الجابر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ألف مبروك ألف مبروك 11 ولا 16 رقم جائزتك 16 كبر لحظة كبر لحظة ألف مبروك من 16 مكمل ها دخيل ما قلت لك قد تساوي طارق الجلاحمة على راحات انزين جائزتك يا محفوظ السلامة هي أبل ووتش بالمبارك الله مبروك ألف مبروك تستاهل يا باشر حبيبي خالد شكرا 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 ما له شغل ننزل باشر نسيت انا اخر اتصال سعيدة الحظ هي ام حمد ام حمد قوة غير سهنا عايز كل سهنا اشهد انه يهز القلب يا ام حمد عندليب عندليب هلا وغلا ام حمد شلونك انتوا لو حاطين مثلا 6 قلاصات وصينية ممكن اشارك هدية على ما توصل البيت للقلاصات كلها مسربة لا اس تي سي دلعونك يا ام حمد لا 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 انا عندي سؤال حق اس تي سي هم الراعي الشركه هم الشركه الراعيه للدوري الكويتي لا 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 كانوا كانوا كانوا
بس خلاص هاي. لأن إذا هم بقيت أسألهم منه ليش ما يحطون جوائز حق الجمهور؟ لا لا مو هم. شنو السؤال اللي تبي الحين؟ الحين أسألت. شنو جائزة؟ زين خلاص أسألك السؤال. ما أبي أنا ما عندي تلفوني مو بكاميرا ما أبي. إحنا بنعطي جائزة. نعطي جائزة. ها. والله. ما ادري ما مح... لان ما اعرف انا حق التليفونات حق العيال اللي حولك دلعيهم لولوه حق لولوه بنتي تستاهل تستاهل اي زين اسالك السؤال السؤال يقول من هو التباب ما ادري من ايام البحاره اللي بحاره تمام في في مطعم من ند القار هو دائما يكون شاب صغير يرافق سفن الغوص يكون مع الناخذه والغاصه شو يسوي يرفع الغاصه من البحر يباشرهم يتدرب يخدمهم يعرف اسرار المهنه هذا هو التباب الحين ما عرفنا منه التباب بس اس تي سي بيعطونك الجائزه والجائزه عباره عن موبايل هواوي نوفا تليفون موبايل حق لولو تستاهل لولو تستاهل لولو تستاهل ألف مبروك يا محمد مشكورة شكرا أنا آسف على الإزعاج يا هلا حياك الله حياك الله طبعا شكرا اس تي سي أحمد الله يعطيك العافية أنت والتيم اللي وياك والله ما قصرت أنفال وأيضا أنفال كندري أحمد الشايكي والله أبو شهاب يعطيك العافية وقواكم الله وأنت بناصر شكرا لك أنا عندي شيء صغير بس لأن نسيت لا أقوله تفضل إحنا أكيد في فبراير غير الفعاليات عندنا عروض ما تتكرر موجودة في كل أفرعنا كل عروضنا معتمدة على أي باقة تشترك فيها راح تقدر تأخذ إياها بدال الجهاز أكثر من جهاز حلو تبدي من 15 دينار الباقات وصعودا إلى كل الأجهزة فعروضنا في فبراير ما تتكرر أتمنى منكم بس تراجعون الويب سايت أو الأبليكيشن أو تزورونا بأي واحد من أفرع اس تي سي كل عام والكويت وشعبها بخير اكيد حبيبه الروح والريه مشكورين ان المارينا ما قصرتوا ابو يوسف وكميل ودكتوره استضافتكم هذه لنا يعني شرف كبير لنا واتمنى ان شاء الله باذن الله تتكرر بالايام القادمه ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله سامحنا على القصور ترى حبيبي ابو كميل ما خليت شيء عساك على القوه يا احمد شكر موصول لكل الاحباب في شركه اس تي سي عساكم على القوه وموفقين ان شاء الله ومبروكين طبعا هذه الاغنيه الجميله وقلت لك للشباب صراحه وشكرا لدعمكم الدائم لشباب اس تي سي حبيبه الروح والريه الان نبي نعرضها ايضا على التلفزيون وراح تسمعونها بالاذاعه غناء طبعا الاخ العزيز بدر شعيبي وانتاج فيجن فيجوالز واخراج جاسم الحربان اهداء من شركه اس تي سي الى الكويت وشعبها دكتورة شكرا لك شكرا لكم استمتعت معاكم خلال كل هالوقت اكيد ومع الاس تي سي واللي شاركونا ثانك يو سو ماتش والله يسلمك خصيتك فيها بالانجليزي لا يعني لا لان روز ار مينت تو بي بروكينج يس الله عليك عكبير الله عليك حاضر حاضر شنو يعني شنو يعني القواعد انحطت عشان تنكسر الله عليك الله عليك ليش طالع قدام زين